يشهد معرض التمويلات الإسكانية الذي يعقد على مدى 10 أيام مضاعفة المعروض من العقارات السكنية ما بين وحدات وقسائم وشقق وبأسعار تلائم قيمة التمويلات. وزارة الإسكان أكدت أن الهدف من تنظيم النسخة الثانية من معرض التمويلات الإسكانية هو الاستمرار في تعريف المواطنين بأنواع ومميزات الخدمات التمويلية وتقديم العروض الحصرية للعقارات. مشاركة كبيرة من الشركات العقارية والبنوك التجارية في مملكة البحرين في النسخة الثانية من معرض التمويلات الإسكانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقامة فعاليات ومعارض تعريفية لبرامج التمويلية للإسكان، قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنظيم هذا المعرض اليوم للتعريف ببرنامج التمويلات الإسكانية وببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. والحمد لله هذا المعرض عندنا تقريبا أكثر من 10,000 عقار متنوع بين قسائم ووحدات سكنية وشقق مشاركة في هذا المعرض. نتطلع أن من خلال برنامج تسهيل المساندة أيضا أن ما حققناه في برنامج مزايا عبر هاي السنوات أنه يتحقق في خلال سنتين لربما. اليوم التمويلات الإسكانية تشكل تقريبا أكثر من 20% من قاعدة التمويل للأفراد في الميزانية العامة للبنوك، وفي نفس الوقت الشركات العقارية شركائنا أيضا يعني يشتغلون على قدم وساق في أن يلبون يتحسسون احتياجات المواطنين. هذا المعرض يؤكد نجاح مبادرات الشراكة القائمة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، والتي تجسدت في توفير الخدمات الإسكانية الفورية التي كفلت سرعة حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية دون فترات انتظار طويلة. لأننا شفنا أن هذه العملية والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة خففت عدد الانتظار بشكل كبير. احنا اليوم نتكلم ان اكثر من 7,000 طلب في خلال 10 شهور من بدت هذه المبادرة قاعدين توجهوا بشكل مباشر حق هذه الخدمات وخذوا بيت حلمهم واسسوا وسكنوا فيها. كعقارات بوابة الجنبية قاعدين نتواجد في المشروع للسنة الثانية على التوالي. في عندنا مفاجآت حصرية حق الزبائن في مخطط في محافظة المحرك في منطقة عراد راح نعلن عنه في معرض التمويلات الإسكانية للمرة الأولى. غير هالشي في عندنا عروض خاصة حق كل العقارات اللي راح تنعرض في المعرض، واليوم إن شاء الله نجاح كبير في هذا المعرض. نتمنى النجاح الأكبر بحيث أنه يوفر لك 8 بنوك مشتركة من القطاع الخاص تسهل عمليات البيع إلى المواطنين، بالإضافة إلى 18 مكتب عقاري متوفر في المعرض، بالإضافة إلى وزارة الإسكان وبنك الإسكان. اليوم تتوفر في المعرض فرصة ذهبية لجميع المواطنين، تقدر تخلص عملية البيع عندك في المعرض كلها، بحيث أنه متوفر عندك وزارة الإسكان وبنك الإسكان، تستفسر وتخلص أمورك معاهم وتأخذ له شهادة الاستحقاق وتتجه إلى بنوك المشتركة بالإضافة إلى المكاتب العقارية. 19 شركة عقارية وثمانية بنوك تجارية وأكثر من 10,000 عقار متنوع ما بين وحدات وقسائم وشقق سكنية اجتمعت تحت سقف واحد في معرض التمويلات الإسكانية بهدف تعريف المواطنين بأنواع ومميزات الخدمات التمويلية التي طرحتها الوزارة، مواصلة لتحقيق النتائج الإيجابية المتحققة حتى الآن من خلال الإقبال اللافت على الخدمات التمويلية. النسخة الثانية من معرض التمويلات الإسكانية تأتي اليوم لتؤكد على جهود مملكة البحرين الدائمة لضمان توفير الخدمة الإسكانية للمواطنين وفق أفضل المعايير الإسكانية. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.